يلا اللي عنده شيء يحكي. سؤال جون. جون شو استفادت بالعيد؟ ملعب الدراجات الهوائية يعني طلعت افضل الا بشده. حلو. يعني شنو يعني ونسى رب كل ونسى وين هسه احنا هسه انت ما نشوف. شنو رايك بالعيد؟ والله هذا العيد سهل مو حلو بس اليوم يخبل الا بشده. حلو. والله المره فرق الكوالي. فراس. شنو رايك بالعيد؟ بين الحلو وبين المو حلو. شلون؟ شنو اللي؟ يعني بين ما نطلع وهاي وحلوه وفرحه، وبين ما تشوف الوضع تعبان وهاي. الوضع تعبان؟ بين هاي وهاي. تعال على علاوي الراقوس. تعال. تعال شنو رايك بالعيد؟ هذا الراقص مال اربع العيد. العيد شنو اللي مبوجك بالعيد احكي؟ مو حلو. ليش؟ مو حلو. شو هاي الحاتات اللي توصل الحدايق؟ انا دور حاتات ودور منظر طبيعي. تدور منظر طبيعي اذا هي الحاتات مكومه. لا 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 يا معود نظوري شو رايك بالعيد؟ لا والله شنو الحلو بيه؟ حلو. يعني شنو الحلو؟ الحلو فيه يوم تروح لاهلك مشي وترجع مشي. زين نظور هناك بمنطقتكم ماكو هيك حاتات؟ هيك نسايه؟ يعني اكثر نساء الكوت اكثر نساء العالم هي الكوت. الكوت ما حافظت وسط فيها البنات. جون يقول الحديد تارس محافظة واسط، تعرف نسبة الحديد ايش قد هنا بالكود؟ خلي اسمع عني بنات الكود، نسبة كان 75% والشباب 25%. اي والله قللوا شوية قللوا. قللوا باللبيس. علاوي سؤال أخير. ترى احنا عندنا نقص. شنو المو علاوي شنو المو حلو بالعيد؟ المو حلو بالعيد، المو حلو يعني هسه قاعد على أبسط شيء يصير مشاكل، هسه هذا الحادث اللي قدامنا صارت مشكلة. على قولة توني يقول صارت عركة طقة وطلقات، صار عريس طقة وطلقات، طهرة وصارت طلقات. يعني العرايق مو حلوة والطلقات مو حلوة. هاي أول شيء، ثاني شيء يعني هسه هاي جهلنا ذول الزغار الزعاطير. إي لو مسدس يحطها براسك. إي هاي الألعاب الصج. والله ألعاب اللي يروح يجيب له صج مات. ألعاب قاسية. هاي شو تحاكي؟ نظوري. شنو المو حلو بالعيد؟ والله هاي الجهال. إيش فيهم؟ مسدسات وصجي. زين وين يروحون زين بشرفك اذا ما يلعبون مسدسات ويسوون مثل مرات على مدار؟ غير يلعبون وادي الذياب؟ لا 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 وين يروحون؟ لا حجي يروحون وين يروحون فهمني؟ يقعد بالبيت ويسكت. شلون يقعد بالبيت؟ هو جاهل هذا من الله؟ شبيه كابتن يروحون للحدائق مثل الزهر. هو منين حدائق؟ بس حديقه المحافظ ومتروسك طوف. لا ليش عندك حديقه المحافظ؟ حديقه الله يطيح حظ المحافظ خليه يسمعني. الكوت هاي طبينا الحد من المدينه ما الكوت عبالنا ببلاش جهاله ترم يا بغير يقفصون على العالم دخولي 2000 دينار 3000 دينار نفر بس عوف 2000 خطروح 2000 بطن مال ماي ب 500 ليش؟ اي قفاصك 56 جاي ب 1000 ليش؟ جون اروح اجيب لي سيت جون شنو المو حلو بالعيد؟ مو حلو بيت الخضراء واشرب من تطلع طلعه ايه وترجع مشي هسه مثل حالك طلعنا رحنا مشي وردينا مشي يعني شو تريد؟ جواك شنو جكساره لمبرجيني تقول هاي ونسة القشره يا ونسة يا مال واحد قدامك تتعارك يعني انت طالع تيد تفتر وتونس وهاي طالع تتعارك ليش؟ انا مو الشفطه مال دراجه صارت هسه شعب 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 متوتر ضايج من الدنيا شعب شنو؟ شعب طايع حظه مع الاسف والله والله شعب طايع حظه لقاه يعني هسه شرطة جتي شرطة جتك شيء ما سوى لا وهاي الخاتون اللي عايفه ابنها بالحديقة تايه اذا هي راح يصعد هذا الفيديو ويوصل لها شوفه يعني هسه انت قاعدة بالشتوتة مو بسيارة بالشتوتة انت شنو ايش دخل بدول اخر العالم؟ ابنها حجي ابنها غير ابنها مو ابنها لا ابنها غير تقول ابنها انا يصلي ساعة ما هو عليه فراس الكلمة الأخيرة لك شنو المو حلو بالعيد؟ مو حلو بالعيد؟ ايه لا تأمن ولا أموال يعني شلون مثل ايش؟ اي من كل النواحي ها؟ من كل النواحي يعني شلون يعني شنو اللي شفت شنو السلبيات اللي شفتها بالعيد؟ ها؟ السلبيات اللي شفتها بالعيد؟ هسه مثل هاي ابسط شيء قوي تجي يعني هسه هاي العركه ابسط شيء دخل فيها الشغل وكل شيء موجود مشكلة ابسط شيء يعني شباب شباب اللي عنده كلمة أخيرة يحكي أنا عندي الأخيرة أنا كرهت العيد من شرف وهي يعني بعض الأحيان صاحبتك مقفلة عليك؟ مو مقفلة عليك
نعم. من يجي العيد انا زين، انا ما احب، ما عندي لا صاحبه ولا حبيبه. من يجي العيد يجيني ملك الموت، اجي انا اشوفها من القهر يا با. وانا صار قد ما احكيها تقريبا 6 يوم وهسه هي شاركتك بالقناه، هسه انا اخذت رايك بالعيد، ما اخذت رايك بحبيبتك. اسمع قاعد تسود فضحتنا. هسه هي مشتركه وياك بالقناه وهذا الفيديو يصعد وتشوفه. لا بربك هي وياي وياي هي، بس الله لا يوفقك. شو اسمها؟ شو اسمها؟ قل لي. واحد فاتح بلوج. ايه صارت تصب لو لا؟ ها؟ زين انت فاتح بلوج. ايه وصارت تصب بعدك؟ لا لا. بس انا قلت لا يوفقك. اللي يريد يحب لا يحب من الكون. نصيحه مني تعلمني يحب من اهل النجف. لا عمي يحب من بغداد. كيوت بغداد، ما اريد بغداد. بغداد كيوت كل جماعه الاندوم وكذا. لا عمي اهل بغداد كل جماعه نوت. اللي يريد يحب من اهل النجف. ايش معنى النجف؟ معنى النجف جماعه المعدلات والكبار وبنات حموله. ايه هاي شاربعك من النجف مو صحيح؟ شاربعك من النجف. لا والله شاربعك من النجف. الى هنا وينتهي الفلوق وعيد سعيد عليكم. طبعا كل واحد من الولد حكى طب الكاميرا. طب الكاميرا هنا المقدم جون طب الكاميرا. يلا باي باي ودعنا لكم. وعيد سعيد عليكم. وهذا اللوك وهاي بوابه البواخر اللي كانت تعرف منها، وهذا الوقت اللي طيح حظ العراق ورجع لي ورا. هاي شدت الكود. تحياتي سعيد عليكم ودعناكم يا مال الله. باي باي تابعونا.